حفظكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: في هذه الأيام كثر الكلام عن قضية الخوارج وهذا مهم، ولكن هناك مذهب لم يحذر منه وهو منتشر عند العوام، وهو مذهب المرجئة، فنرجو منك فضيلة الشيخ التنبيه عليه وعقد الدروس فيه، بارك الله في علمكم. بينا هذا كما سمعتم، بينا هذا كما سمعتم. مذهب الخوارج يتشددون في الإيمان ويكفرون بالكبيرة من الذنوب التي دون الشرك، يكفرون بالكبيرة التي دون الشرك. عندهم الزاني يكفر، السارق يكفر، آكل الربا يكفر، عندهم يخرج من الملة، عند الخوارج هذا غلو والعياذ بالله وتطرف. بينما المرجئة يقولون أبد ما يضر مع الإيمان معصية، هذا ما عندهم، المعاصي لا تنقص الإيمان عندهم، الإيمان كامل عندهم، ولو زنى ولو سرق ولو ما ينقص إيمانه، مؤمن كامل الإيمان، لأنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان، هذه نتيجة عدم إدخالهم الأعمال في الإيمان. يقولون ما يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح، لكن لا يضر مع الإيمان معصية ما هو صحيح. المعصية تضر، نقص الإيمان نقصا ظاهرا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني مؤمن كامل الإيمان. المعاصي تنقص الإيمان ولا تبطله، تنقصه خلافا للمرجئة، ولا تبطله خلافا للخوارج. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن المعاصي إذا كانت كفرا أو شركا أكبر فهي تبطل الإيمان، وإن كانت دون الكفر ودون الشرك فهي تنقص الإيمان ولا تبطله، تنقصه خلافا للمرجئة ولا تبطله خلافا للخوارج. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون إيش؟ ما دون الشرك، واللي دون الشرك سائر المعاصي حتى الزنا والسرقة وشرب الخمر دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمرتكب للكبيرة عند أهل السنة والجماعة معرض للوعيد، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، إن شاء الله عذبه خلافا للمرجئة، لكن لا يخلد في النار خلافا للخوارج. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين مذهب الغلاة ومذهب الجفاة، الغلاة هم الخوارج والجفاة هم المرجئة. مذهب أهل السنة وسط في ذلك، مبني على الكتاب والسنة، على الأدلة الصحيحة الصريحة في هذا، ينبغي يعرف هذا. فإذا نهيت عن مذهب الخوارج تنهى أيضا عن مذهب المرجئة، وتأمر بمذهب أهل السنة والجماعة هو الوسط، تبين للناس يسير عليه، لأن الخوارج لهم دعاة والمرجئة لهم دعاة، فلا بد أن يكون لأهل السنة والجماعة دعاة يبينون الحق من الباطل. نعم.